جنين ذكر أو جنين أنثى. مايكروسكوب إلكتروني لتكبير الحيوانات المنوية آلاف المرات لتجنب تشوهات الحيوانات المنوية. ولما نقدر نستعمل الحيوان المنوي دوت في عمليات الحقن المجهري، أكيد بإذن الله هنحصل على جنين سليم شكلا ووراثيا. مركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، 50 تقاطع شارع جزيرة العرب مع وادي النيل. المهندسين 011-35-38-23. مركز الرياض، الحلم مش مستحيل. مركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، حلمك مش مستحيل. فرحة عمرنا جاية تضمنا وتهني بضيف غالي غالي جاي لنا. بفرحة 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 عمرنا. جاية تضمنا وتهني بضيف غالي غالي جاي لنا. بفرحة 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 عمرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في نفس الميعاد الأسبوعي، بيتجدد كل يوم اثنين مساء في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا. معاكم الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا، البرنامج الذي يتناول مشكلة تأخر الإنجاب من حيث الجديد في التشخيص والجديد في أساليب العلاج. في انتظار استفساراتكم وانتظار اتصالاتكم لتقديم المشورة لحضراتكم من أجل تحقيق الهدف والغاية، وهو ده قمة منايا وقمة منايا كلنا يا رب بإذن الله إن احنا نشوف فرحة عمرنا. الأول بس بعتذر إن أنا ما ظهرتش معاكم على الهواء مباشرة حلقة الأسبوع الماضي، عشان زي ما قلت لحضراتكم في الأسبوع قبل الماضي إن شاء الله كان في مؤتمر حضرناه في اليونان لأطباء أساتذة من الجامعات المصرية المختلفة والاستشاريين المتخصصين في مجال أطفال الأنابيب، للوقوف على نقاط فنية مهمة جدا جدا جدا، وإحنا أكيد هنستغل الحلقة دي النهاردة إن إحنا برضو هنتكلم عليها من أجل هدف زي ما قلنا هو زيادة نسب نجاح الحقن المجهري. والنهاردة يعني حاولت على أقصى ما أقدر إن أنا آجي وعشان أتشرف بوجودي معاكم رغم يعني البرد اللي هو عند الواحد، فاسمحوا لي لو عطست في وشكم شوية أو كحيت شويتين فاسمحوا لي، ونتلقى اتصالاتكم. ومعانا أول اتصال النهاردة الأستاذ محمد. بعد إذنك يا دكتور، إحنا بقالنا أكتر من 4 سنين متجوزين. تمام. تمام. فبعد حوالي 6 شهور كده أو 7 شهور من جوازنا، يعني عملنا أشعة بالسردة. تمام. فاكتشفنا إن الرحم ذو قرن واحد. تمام. الأنابيب اليمين مش موجودة. تمام. تمام. فبدأنا نمشي على المنشطات. تمام. ومع متابعات التبويض وبيدوا حقن مفجر وكده، فاكتشفنا ان المبيض الشمال هو اللي دايما بيخرج البويضه كويسه يعني. فطبعا اسف المبيض اليمين هو اللي بيخرج اللي ملوش انبوبه. تمام. تمام. فضلنا ماشيين فتره كده، وبعد كده ايه لجأنا، قال لك الجأ للحقن المجهري. تمام. عملنا الحقن في مركز في القاهره. وقدرنا ان احنا نعمل 13 جنين. رجعنا 2 للرحم وتم حفظ 11 جنين. تمام. قال لك بعد 15 يوم تعمل تحليل حمل. عملنا تحليل حمل، قال لك ده النسبه ضعيفه شويه. فبعد كده قال لك 3 ايام وعمل تحليل، فوجئنا ان مفيش حمل. تمام. بعد منها بحوالي 6 شهور عملنا محاوله ثانيه من الاجنه المجمده. تمام. وقال لك اعمل تحليل حمل، فاكتشفنا ان مفيش حمل. احنا دلوقتي حاليا احنا ما زال لنا هناك 6 اجنة مجمدة. تمام. فقال يا دكتور دلوقتي احنا كده ماشيين كويس صح ولا ماشيين غلط؟ وهل وطبعا احنا كنا عملنا منظار بطنة ورحم برضو كدكتور قبل الحقن. وقالوا كويس، قالوا ان يعني قالوا ان الفراغ او التغليف بتاع الرحم يقدر يستقبل الاجنة كويس؟ قالوا كويس، بالرغم ان في جزء مش موجود. تمام. بس حجمه كويس. تمام. فاحنا عاوزين نعرف يا دكتور بس احنا كده ماشيين كويس ولا ماشيين غلط ولا ايه بالظبط؟
وهل العيب الخلق دوت هو سبب عدم نجاح الحقن معانا ولا ايه بالظبط؟ طيب استاذ محمد، يا مدام عندها كم سنه؟ المدام عندها 25 سنة. لما واحنا كنا برضه كدكتور عملنا تحليل تي اس اتش اللي هو بتاع الغده الدرقيه، كان قالوا لي طلع كويس تمام، وكنا عملنا الاي ام اتش اللي هو مخزون الابيض كان طلع 1.1. جميل جدا. طيب المدام لما لقت الاجنه، كانت الاجنه في اليوم الثالث ولا الرابع ولا الخامس؟ لا الخامس. الخامس تمام جدا. اول مره كانت الخامس مرة. تمام يا استاذ محمد. لا 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 دكتور لا معلش انا اسف، كان الثالث، كان الثالث، ثالث يوم معلش انا اسف. ليه يا استاذ محمد؟ ايه؟ ليه يعني المركز قالوا لكم ليه نقلوها اليوم الثالث؟ والله هو احنا سحبنا البويضات يوم 4 ونقلناها يوم السبت. تمام. والله هو قال لك البروتوكول اللي احنا بنتبعه بيفضل اليوم الثالث يعني. تمام تمام. طيب العينه بتاعت حضرتك كان كويسه من حيث التشوهات؟ اه قالوا لي كويسه، كان العدد 97.5 مليون. التشوهات اللي اقصد عليها ايه؟ شكل الحياه المنوي 82. تمام. وكانت 82% وكانت الحركه ايه 34. تمام. وايه زائد بي 66. تمام. عملنا تحليل المناعه والاجسام المضاده قبل ما نعمل الحقن المجهري؟ هم قالوا عملنا لكم وطلع كويس. تحاليل المناعه والاجسام المضاده؟ اه قالوا لنا كويسه ما فيش اي مشكله. تمام حاضر، هرد عليك يا استاذ محمد. قبل ما نرد على نهد بسرعه، طبعا انتوا ماشيين في الاتجاه المظبوط، عملتوا منظار رحمي، عملتوا تحاليل المناعه والاجسام المضاده، تحليل السائل المنوي لحضرتك كويس. طيب والاجنه ما اعرفش هو ليه، ان رغم ان سنها صغير 25 سنه وتحليل الزوج كويس، ليه ما استنيناش لحد اليوم الخامس؟ هو نظريا اليوم الخامس افضل اه، بس برضه ارجع واقول ان مش كل الحالات بيكون اليوم الخامس افضل لهم. احيانا انقسام الاجنه بيقول ان الافضل ان احنا نقلها اليوم الثالث او اليوم الرابع، واحيانا بنقول لا انقسام الاجنه يعني كويس ونقدر ان احنا نستنى لحد اليوم الخامس. انصحكم بايه؟ انصحكم بس ان احنا عاوزين نعمل سونار رباعي الابعاد في مكان كويس لتقييم حجم الرحم او حجم الجزء اللي موجود من الرحم وتقييم كمية الدم اللي واصلة لهذا الرحم، هو ده الخطوة اللي ناقصة بس. لأن أحيانا كتير جدا بيكون رغم إن احنا عملنا منظار رحمي وقالوا إن الرحم التجويف بتاعه كويس، بس ده أحيانا بيكون خادع. ليه أحيانا بيكون خادع؟ لأن المنظار أساسا بيكبر، المنظار ده عدسة مكبرة 30-40 مرة، فأنا لما أبص على الحاجة أشوفها كبيرة وهي أساسا ما تبقاش كبيرة. لكن مين اللي هيقيم حجم الرحم بقى، حجم الرحم ككل كويس؟ هو سونار رباعي الأبعاد. مش بس هيقيم حجم الرحم كويس، ده كمان هيقيم كمية الدم الواصلة للرحم، لبطانة الرحم، حاجة بنسميها بالإنجليزي كده sub endometrial vascularity، يعني كمية الدم اللي موجودة أو اللي واصلة لبطانة الرحم، المكان اللي هو هيتزرع فيه الجنين. نعمل السونار رباعي الأبعاد ده يا أستاذ محمد ونطمن على حجم الرحم ونطمن على كمية الدم اللي واصلة لبطانة الرحم، ولو طلع كويس يبقى طبعا انتوا عندكم اجنه مجمده، انصحكم برضه تنقلوها. لكن لو لا قدر الله فشلت يبقى احنا لازم في تقنيات تتعمل في الحقن المجهري اللي جاي عشان خاطر ما يحصلش بعد اذن ربنا طبعا فشل للحقن المجهري تاني. حاجات على مستوى الزوجه، على مستوى زوجه حضرتك، وحاجات على مستوى حضرتك شخصيا يا استاذ محمد. معانا ناهد، مدام ناهد. عليك ازيك يا دكتور هشام؟ اهلا بيك يا مدام ناهد. لو سمحت حضرتك انا عامله حقن مجهري زرع الاجنه يوم 18/1. تمام. حضرتك انا دلوقتي اكتشفت لسه الاسبوع ده، رحت اكشف الدكتور قال لي ان كميه الميه حوالين الجنين قليله. تمام. انا دلوقتي اعتبر في الشهر الخامس. تمام. انا كنت حاطه جنينين، فالاول خالص حملت في 3، كنت حاطه زرعه 2 واتكسروا، في واحد اتكسر جوه بقوا 3. تمام. ابتدوا جالي هايبر امسز، كنت برجع وكده ابتديت افقد واحد ورا الثاني. تمام. بس كان كل واحد في كيس لوحده يعني الحمد لله، واحد بس اللي كمل معايا لغايه دلوقتي. تمام. فدلوقتي حضرتك اما رحت اكشف قال لي كميه الميه قليله قوي حوالين الجنين، عايزين نعمل رباعي الابعاد نشوف ايه ده السبب من ايه. تمام. فحضرتك رحت عملت رباعي الابعاد، طب قول لي ان المثانه البوليه مش باينه قوي. المثانه البوليه بتاعت الجنين مش باينه. اه والكلى برضه الظاهر ان فيها مشكله، بس ما حددليش ايه هي، قال لي انها مش باينه قوي لان كميه الميه قليله حتى رباعي الابعاد مش مبينه. تمام. فانا دلوقتي حضرتك مش عارف، مع اني كنت باخد فوليك اسيد من قبل الحمل بكتير قوي، كنا واخدين عينه من الخشيه يعني. تمام. وانا مخلفه قبل كده طبيعي من غير حقن مجهري والطفل كويس ما فيهوش اي حاجه. تمام. فدلوقتي في رحت لكذا دكتور برضه عشان اشوف الكلام، في دكتور قال لي ينزل
وفي دكتور قال لي ما نقدرش ننزله طول ما هو حي، هو حي والنبض كويس وكل حاجه تمام، بس دلوقتي مش عارفه حضرتك هل هو ممكن يكمل في شويه الميه الصغيرين اللي بيقول لي الدكتور، بيقول لي في شويه ميه تحته صغيرين قوي بس ما فيش حواليه. تمام، مش عارفه هل ممكن يكمل ما يكملش، وده ايه سببه يعني. طيب انت مقيمه محافظه ايه يا مدام نهد؟ انا في محافظه القاهره هنا. في القاهره هنا، طيب تمام اوكي هرد عليك. مدام قبل ما نرد على الاستاذ محمد، مدام ناهد احنا المفروض ان هنعمل صالون ربع الابعاد في مكان كويس جدا، في مكان كويس جدا، مكان كويس جدا عشان يقيم حاله الجنين فعلا، عشان نعرف بالظبط ايه نوع التشوه اللي موجود في الجنين اذا كان في تشوه. من كلام حضرتك كده ده احنا داخلين في قصه كده اسمها بوتر سندروم، حاجه كده بالانجليزي اسمها بوتر سندروم، اللي هو بيكون فيه مشكله في تكوين الجهاز البولي والكليتين. والبوتر سندروم ده ليه درجات، فعشان كده احنا عاوزين نعرف هل هو فعلا هذا المرض اللي هو اسمه بوتر سندروم، وهل وهو اي درجه، عشان في درجات قابله ان الجنين يعيش معاها بعد كده، درجات غير قابله ان الجنين يعيش معاها. فعشان كده احنا محتاجين، يعني انا بقول لك الفاظ فنيه عشان تعرفي مدى دقه الموقف اللي حضرتك فيه. هنعمل السونار رباعي الابعاد، مش في اي مكان، في اماكن معينه قويه في مصر متخصصه في الحكايه دي، وعلى اساس دوت نقدر نقول ان في فرصه للحياه ما بعد الولاده، وان الحمل ان شاء الله يكمل، وتاخدي ادويه عشان تزود كميه الدم للجنين، ولا لا قدر الله ان ما فيش فرصه للحياه ما بعد الولاده وان الجنين ده المفروض ينزل. معانا اتصال استاذ محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلام عليك يا دكتور. اتفضل استاذ محمد انا معاك. يا دكتور عن كل اهل سوهاج والصعيد شكرا لحضرتك. معلش على صوتك استاذ محمد كده استاذنك. اقول لك يا دكتور نيابه عن كل اهل سوهاج والصعيد شكرا لحضرتك على مبادرتك لعيلتك فصلوك ان شاء الله. ربنا يخليك استاذ محمد، الله يخليك. ربنا يبارك في علمك ويسعدك يا دكتور. الله يخليك استاذ محمد، ربنا الله يخليك يا رب. كانت يا دكتور معلش مدام ورد التكيس. تمام. والحمد لله هي حامل في الاسبوع الثامن. حامل في الاسبوع؟ الثامن. الثامن؟ تمام. وعملنا صنار امبارح يا دكتور كان في الحمد لله النبض ظهر. النبض ظهر جميل الحمد لله. كان في قبل يا دكتور في حملين النبض ما ظهرش خالص. تمام. فاحنا يا دكتور انت يا دكتور تاخد هي الفوليك اسيد. ايوه. والاسبوسيد ودافستون والسيتوفاج. جميل. عملنا تحليل الاجسام المضاد قبل كده ما فيش اي حاجه فيها الحمد لله. تمام. فهي محتاجه يا دكتور حقن كليكسان. جميل. وشكرا لحضرتك يا فندم. الله يخليك استاذ محمد. هو كل الادويه اللي بتاخدها زوجة حضرتك يا استاذ محمد ادويه مناسبه جدا ومحتاجاها وهتكمل عليها بما فيهم السيتوفاج على الاقل لحد ما نوصل للشهر الثالث. بالنسبه لحقن الكليكسان هو ما فيش ما يستدعي من كلام حضرتك ان المدام تاخدها، بس هي مفيده وغير مضره. اقول تاني يعني حقن الكليكسان بالنسبه لحاله زوجة حضرتك مش مضره، بالعكس قد تكون مفيده. تمام؟ فعشان كده طالما هي مش مضره وقد تكون مفيده يبقى تمشي عليها على الاقل لحد ما نوصل الى الشهر الثالث. هنمشي على الادويه ديت، بس الناس اللي عندهم تكيس برضو بيكون عندهم دايما ضعف في نسبه هرمون البروجستيرون. هرمون البروجستيرون ده احنا بنسميه حتى لما نيجي نشرح للطلبه هو الهرمون المثبت للحمل. فعشان كده المفروض ان احنا يا استاذ محمد هناخد مثبتات الحمل اكتر من الدواء اللي حضرتك قلت لي عليه. يعني حضرتك قلت لي دواء اسمه دوفاستون، ده فيه هرمون بروجستيرون لكنه غير كافي، يعني في ادويه ثانيه فيها هرمون بروجستيرون لازم تتاخد لحاله حضرتك، لحاله زوجة حضرتك، عشان خاطر باذن الله ربي باذن الله الحمل يكمل. الهرمون ده قد يكون في صوره ابر، الهرمون دوت قد يكون في صوره لبوس او تحاميل، فعشان كده المفروض ان احنا ناخد الهرمون ده، هو ده الحاجه اللي ناقصاكم المفروض ان احنا ناخدها. معانا مدام مروه. الو، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام وبركاته مدام مروه. حضرتك انا حامل واخر دوره ليا كانت يوم 25/2. تمام. عملت التحاليل اللي هي بتاعت الامراض الوراثيه الدكتور طلبها مني، اللي هي الفري اتش سي جي والباب اي. طلع يا دكتور ان الباب اي يعني قليل والاتش سي جي عالي شويه عادي يعني، وفي احتمال للداون سندروم. تمام. طيب يا دكتور انا كده وضعي ايه؟ يعني انا في حاله قلق وقلقانه، وقال لي لسه هتعملي اشعه رباعيه، انا كده ما قفلتش الثالث ومش عارفه هل التحاليل دي مهمه وبتبين ايه، انا مش عارفه يا دكتور. انت عندك كام سنه مدمره؟ انا عندي 27 سنه. في حد في العيله عنده داون سندروم؟ يعني مرض الطفل المغلق؟ لا خالص، وانا وجودي مش قرايب. طيب عملتي تحليل الغده الدرقيه لحضرتك؟
عملته قبل الحمل كذا مرة وكان بيطلع طبيعي. وأثناء الحمل عملتيه؟ لا ما عملتش الغدة الدرقية أثناء الحمل. طيب هتعملي أثناء الحمل إن شاء الله بإذن الله. طب ده يبين يا دكتور لو في يعني هو ممكن الداون ده يبقى ليه علاقه بالغده الدرقيه؟ هرد عليك. حاضر هرد عليك. طب واللي هو ان تطلع النسبه مش يعني هو كاتبين ان هي من 1 لـ250. تمام. ويعني النسبه اللي انا الريسك عندي من 1 لـ250%. تمام. فمش عارفه يا دكتور والله والتحليل يعني حاطين عواميد كده طويله فانا قلقانه والله. خايفه من امر وهرد عليك. حاطر. شكرا جزيلا يا دكتور، مع السلامه. مع السلامه. دلوقتي عشان اطمئن على الموضوع ده، ولو ان انا عارف ساعات المعامل بتدخل في سكه وديليم قلق ملهاش اي لازمه، لكن احنا هنمشي في الموضوع ده واحده واحده. احنا محتاجين نعمل سوناره بقى الابعاد كويس وبرده في مكان محترم مش في اي مكان، عشان احنا ساعات بنطلب تحليل سوناره بقى الابعاد في مكان معين يقول لك يعني روح الناس تعمله في اي مكان. لا ما ينفعش، لازم في اماكن معينه. مش هينفع طبعا احنا نقولها كده ولا يبقى احنا بنعمل لها دعايه. وعلى اساس السونار وبقى الابعاد ده جايز نحتاج ان احنا ناخد عينه من السائل الامنيوسي، السائل اللي هو حوالين الجنين، عشان خاطر نحلل العينه ديت، عشان خاطر نعرف الخلايا اللي واقعه في الميه دي او في السائل ده، نعرف طبيعه الكروموزومات بتاعه الخلايا دي ايه، طبيعه الماده الوراثيه بتاعه الجنين ده ايه. يبقى اقول تاني كده ودمره، حيث محتاجه تعملي سونار رابع الابعاد اللي هو على اساسه هنعرف هل انت محتاجه ان احنا ناخد عينه من السائل الامنيوسي اللي حوالين الجنين ولا لا. تمام. لو محتاجه يبقى هيتاخد فعلا عينه من هذا السائل الامنيوسي، والخلايا اللي فيه تتاخد وتتحلل. الخلايا اللي فيه دي واقعه من جسم الجنين، الخلايا اللي في السائل الامنيوسي دي واقعه من جسم الجنين. فاحنا لما نعرف الماده الوراثيه بتاعه الخلايا دي يبقى احنا عرفنا الماده الوراثيه بتاعه الجنين. من التحليل ده نقدر نعرف ان الجنين دوت سليم ولا عنده مشكله وراثيه اللي هو الداون سيندروم. يبقى هو ده اللي احنا هنعمله. معانا رامي. رامي معلش طولنا عليك. مسكين ده يا دكتور. انا جيت عندك حضرتك معاك في المدام هنا. اهلا يا رامي ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا دكتور. اهلا بيك. بقول لحضرتك مدام هنا كانت اخر دوره معايا جت لها يوم 8/4 اللي فات. تمام. بعد اخر مره ادخل حضرتك في المركز. تمام. فالوقت اللي جت 8/5 كنا فاضي ميعاد الدوره يوم 8/5 اللي بعده. فاتاخرت يومين فعملنا تحليل حمل طلع في حمل. تمام الحمد لله. تمام. تمام. فعملت الحمل تحليل رقمي طلع 56. 56؟ الكلام ده يوم السبت اول امبارح. كويس. وبعدين؟ عملت النهارده تاني طلع 165. طيب تمام. هل بقى العلاج اللي حضرتك كنت بقول لها كانت حضرتك بتقول على فياجرا والبوسيد وسيدوفاج. تمام. وكوبال اف حضرتك كانت بتاخده. تمام. هل تاخد ايه بقى تاني؟ كلمنا الدكتور في اسكندريه هنا بس ان هي ما تاخدش غير دول الحاجات دي بس. فهل تاخد ايه تاني بقى؟ قال لي انا تاخد دافستون وتلغي الفياجرا، هل الكلام ده مظبوط ولا حضرتك شايف؟ تاخد دافستون وايه؟ وتلغي الفياجرا. تمام هرد عليك يا رامي. حاضر. شكرا. تمام. مفيش مشكلة رامي ان احنا نكمل على راس الفياجرا عادي، ومفيش مشكلة ان احنا ناخد الدوفاستون. بس انا عاوز نعيد التحليل تاني يا رامي، انا عاوز اعيد التحليل تاني ان شاء الله. انت بتقول عملتوه النهارده، عاوزين نعيده يوم الاربعاء ونشوف النسبة قد ايه. يعني الارقام بتتضاعف بس الارقام قليلة نسبيا بالنسبة للفترة دي من الحمل. فاتمنى ان شاء الله ربي باذن الله باذن الله يا رب الحمل يكمل على خير يا رامي. معانا اتصال من الاستاذ مأمون من الاردن. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام وبركاته استاذ مأمون. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. الله يسلمك. دكتور انا زوجها لمدام عبير، حكينا معك اكثر من مرة خلال الفترة الماضية. تمام تمام. ذكرتنا مدام عبير من الاردن. متذكر. طلبت منها اني ابعث لك الفحوصات على الايميل، بعثنا لك اياها من فتره اسبوع 10 ايام بس بصراحه ما حدا رد علينا ولا بنعرف شو نسوي. هو الايميل مبعوث باسم مين يا استاذ مأمون؟ مبعوث السبجكت تبعه فحوصات مدام عبير من الاردن ومن ايميلي مأمون. طيب استاذنك بس عشان احنا بنراجع يوميا، استاذنك انك تبعته لنا تاني لان هو ما وصلناش حاجه من الاردن باسم الاستاذ مأمون في خلال الاسبوع اللي فات. فاستاذنك تبعته تاني، استاذنك في كده. انا بعت لك ريمايندر مره تانية بعد يومين.
بس برضه ما في شيء. بدك ببعت لك يا بكره مره ثانيه، بس احنا يعني بصراحه بدنا بس توضيح دكتور منك اكثر على موضوع الخلايا الجذعيه. طيب هو لانه يعني احنا عم نراجع اكثر من طبيب واكثر من حدا، وعم بيحكوا لنا انه يعني بصراحه احنا حاطين الامل بحضرتك، واحنا يعني كلامك كثير مريح وانت بتطمن الواحد، بس يعني اجمالي الدكاتره بالاردن وبرا الاردن وعلى المواقع الانترنت وين ما كان عم بخوفوا من هذا الموضوع. يعني موضوع الخلايا الجذعيه برضه لسه جديد على كدراسات، والكل بقول ما في نتائج مشجعه يعني، وبصراحه اكثر الكل عم بخوف من هذا الموضوع انه نسب النجاح لسه دون المستوى انه حتى انه حدا يحكي فيه يعني. تمام. واحنا بصراحه يعني حاطين الامل بحضرتك زي ما حكيت لك، واحنا فحوصاتنا كلها كامله، كروموسومات، المناعه، طلبت حضرتك الاجسام المضاده من المبيض عملناها، بس بدنا رد يعني، بدنا تطمين، بدنا نسبه نجاح يعني، لانه يعني بصراحه انت عم تعطينا الامل، بس يعني انت عم تعطينا الامل من جهه بصراحه، وفي ناس كثير عم بيحكوا لنا انه او دكاتره يعني دكاتره على مستوى معروفين يعني عندنا بالاردن وخارج الاردن، انه يعني من اكثر من ناحيه انه الامور لسه مش واضحه. عندنا دكتور بالاردن بيعملها اكيد سمعت عنه، بديش احكي اسمه انا على الهواء، عم بيحكي بطريقه يعني انه لسه كمان مش مثبت علميا، واحنا بدنا منك اذا في مجال يعني، اذا في حاله بس عشان نطمن اكثر، اذا في حاله او حالتين او ثلاثه من اللي ناس اللي نجحوا انه يعني تستضيف لنا اياهم على الهواء، يحكوا للناس يطمنوا انه الامور يعني ولو 10% ستيبل، انه الواحد ياخذ امل وياخذ نفس، واحنا مكملين معك يعني، احنا بغض النظر شو ما كان يكون احنا راح نضلنا معك ونكمل معك للاخر، واحنا حاطين الامل بالله ثم فيك دكتور. وانت يعني اذا بس تستضيف لنا حدا او يعني تاخذ اتصال من حدا من الناس اللي انت جربت عليهم، يعني احنا سمعنا انه في 40 حاله منهم 8 نجحوا بطريقه معينه او ببيريود معينه اجتهم وكذا، بس يعني بس تطمين للناس اللي بيحكوا بهذا الموضوع، والناس اللي عم بخوفونا، الناس اللي عم بيحكوا لنا ديروا بالكم لا تردوا لا تعملوا لا تسووا، احنا حاطين الامل كامل بالله ثم فيك، بس احنا بدنا تكون الامور اوضح، وبدنا انا ببعث لك بكره مره ثانيه الايميل، ويا ريت تعطينا هيك رد يطمنا، وهيك بس يعني توقف اتصالات بعد اذن حضرتك وتحكي 3 دقائق عن هذا الموضوع، عشان بس يعني بصراحه نثبت للناس اللي عم بيحكوا عكس عم بضاعفوا الامل اللي فينا انه الامل بعده موجود. حاضر هرد على حاضر استاذ مأمون. طيب معلش عشان بس رشا بقى لها كتير، استاذ مأمون هكلم هرد على حضرتك حالا. مدام رشا؟ ايوه معاك. معاكي دكتور هشام اتفضلي. اهلا وسهلا دكتور، انا متابعه مع حضرتك في العياده. طب علي صوتك يا رشا بعد اذنك. انا متابعه مع حضرتك في العياده. تمام يا رشا. دلوقتي حضرتك انا بعمل خدت منع الحمل شهرين والنتيجه طلعت ال LH 11.8 وال FSH 8.13. تمام. وعدت التحليل تاني بس هو لسه النتيجه بتاعته ما طلعتش. طب انا لما الهرمون ده ما نزلش اللي هو ال LH. تمام. وزوجي عنده اللي هي الحركه اللي هي السريعه المتقدمه 0. تمام. فدلوقتي مثلا استنى اخد 3 شهور تاني منع الحمل ولا اعمل منظار دلوقتي ولا اعمل ايه بالظبط؟ والله يا رشا على حسب الحالة هتوقف على كده طبعا، حالة الزوج وهتوقف على كده التحليل بتاعك عامل ايه، فاحنا هنستنى ان شاء الله لحد ما نشوف التحليل بتاعك الجديد بعد ما خدتي حبوب بناء الحمل عامل ايه، وساعتها على اساسه احنا هنعرف احنا هنقرر هنعمل ايه، وحتى لو التحليل طلع فيه لخبطة برضه هيبقى فيه حل ان شاء الله ساعتها بإذن الله. يعني اخد تاني العلاج ولا اعمل منظار نشوف الهرمون ده ما ينزلش من ايه؟ على حسب تحليل الزوج برضه ساعتها، تخيلي بقى. خلاص يعني هو يعيد تحليل بتاعه تاني؟ هو اخر تحليل عمله امتى؟ عند حضرتك في المركز. امتى عمله؟ من 3 شهور. لا هيعيده تاني ان شاء الله، لان المفروض السعر منه بيتغير كل 3 شهور يا رشا. فانا عاوز اعرف تحليل الجديد عامل ايه وتحليل الزوج الجديد عامل ايه؟ ونحط التحليلين دول قدام بعض وعلى اساسه احنا هنعرف هنمشي في سكه ايه. تمام؟ ماشي. خلاص ماشي. يا رشا.
ربنا معك ان شاء الله، تحت امرك تحت امرك. طيب بالنسبه للاستاذه زي مأمون من الاردن، طبعا اللي حضرتك اتكلمت عليه ده كلام يعني واقعي جدا، وبالظبط حضرتك يعني بتمس كبد الحقيقه زي ما بنقول. احنا لما اتكلمنا الكلام للساده المشاهدين كلهم، الاستاذ مأمون واللي بيسمعونا عن الخلايا الجذعيه، قلنا دي طريقه علاج جديد موجوده، وفيها عمل، فيها مجهود، فيها افورت، فيها محاولات، وفيها حالات اتعملت، وفي حالات نجحت، وفي حالات ما نجحتش. ودايما اي جديد في العلم، دايما اي جديد في العلم دايما بيشوبه في الاول الجدال والنقاش والقيل والقال، زي ما ابتدينا، مش احنا ابتدينا، زي ما هم ابتدوا موضوع اطفال الانابيب، وبعد كده تطور الى موضوع الحان المجهري. يعني موضوع اطفال الانابيب ده كان في بدايته في السبعينات، والحان المجهري في الثمانينات، يعني الموضوع كان جديد تماما، وكانت نسب نجاحه ضعيفة جدا جدا جدا. تمام. طيب الناس بقى اللي هي كان ساعتها اللي هم كانوا عاوزين يعملوا اطفال انابيب ولا حقن مجهري، والناس دي راحوا للدكاترة، والدكاترة قالوا لهم ان نسبة النجاح ضعيفة. تمام. الناس دي عملوا ايه؟ الناس ديت قالوا خلاص طالما نسبة النجاح ضعيفة يبقى احنا مش هنعمل الاجراء ده. انا بتكلم بقى اطفال انابيب والحقن المجهري. وقعدت السنين تعدي وتعدي، وتقدم العمر بالزوجة، وتعدت سن الأربعين، وساعتها تعدت سن الأربعين وتعدت سن الخمسين، وساعتها لما وصلت السن ده نسبة نجاح الحقن المجهري زادت، ونسبة نجاح أطفال الأنابيب زادت. طب هي استفادت إيه الزوجة بقى اللي في الموقف ده؟ استفادت إيه لما أجلت كل السنين دي من عمرها، وضيعت كانت فرصة موجودة بإيديها حتى لو كانت نسبة نجاحها قليلة؟ استفادت ايه؟ ضيعت عليها فرصة، ضيعت عليها فرصة. ولما بقى الحقن المجهري حقيقة واقعة ونسبة نجاح عالية، واحيانا بتوصل 70، وفي بعض الشهور وصلت عندنا في المركز 80%، بس طبعا ده مش كل الستات، يعني الناس اللي هم اقل من 35 سنة. لما وصلنا للمستوى الحقن المجهري بالنسبة ديت، كان الستات اللي هم كانوا مستنيين ان نسبة تتحسن في السبعينات والثمانينات، خلاص تقدم بيهم العمر وفاتت عليهم تجربة العلاج دي. العلاج الطبي عموما يا استاذ مأمون في الاول والاخر هو تجربة. المفروض التجربة دي ليها اساس وقواعد علمية. لو الاساس والقواعد العلمية دي موجودة يبقى انا يحق لي ان انا اجرب ده. ولما بتجيلي حالة، او لما بتيجي لاي دكتور في الدنيا، مش امراض نساء بس، اي تخصص في الدنيا، حالة نظريا المفروض العلاج ده مفيد الحالة دي، انا بكتبه لها ضامن انها تخف، ضامن انها تشفى، لا انا بجرب معها العلاج ده اللي هو المفروض نظريا ينفع لها. الشافي هو الله. يبقى احنا في الاول والاخر زي ما بنقول كده في الطب، ان هي المحاوله والتجربه، ترايل اند ايرور. بحاول وان شاء الله يا رب باذن الله اصيب، قد الحاله ما تصيبش بس في حاله تانية هتصيب. ايه البديل؟ يعني لما نيجي نفكر يا استاذ مأمون دلوقتي بنسمع لحالة زوجة حضرتك، ايه البديل؟ البديل ان المدام هتقعد ايديها على خدها، ولما يبقى ان شاء الله باذن الله مع مثابرة العلميين والمخلصين في العلم تنجح، ويبقى ان شاء الله يا رب باذن الله مجال الخلايا الجذعية دوت يبقى نسبة نجاحه كويسة جدا، ساعتها لا قدر الله هتكون زوجة حضرتك تقدم بيها العمر. طب ايه البديل؟ هتقعد كده خلاص. يبقى يا اما ان احنا نخوض تجربه العلاج دي ونتوكل على الله واللي ربنا رايده هو اللي هيكون، يا اما خلاص يبقى نحط ايدينا على خدنا وما نعملش اي حاجه. فيما يخص بقى حضرتك حد مداخلات، يعني انا يعني هحاول ان احنا نكلم الناس، بس طبعا انت عارف دي اسرار، وفي ناس كتير في مجال، خصوصا مجال تاخر الانجاب ومجال العقم، ناس كتير ما بتحبش انها تظهر في مداخلات هاتفيه او في التلفزيون، بس هنحاول ان شاء الله ان احنا نوفر ده عشان يعني حضرتك تطمئن باذن الله. معانا مدام سميه. الو مدام سميه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. ايوه يا دكتور لو تسمح، انا عندي 39 سنه. تمام. حللت مخزون البويضات اي ام اتش طلع 1.7 من 10. كام؟ 1.7 من 10. 1.7 من 10. والاف اس اتش طلع 10.9. تمام. وال ال اتش 2.5. تمام. واللي تي اس اتش 1.2. رحت عشان الدكتور، فداخله اعمل عمليه حقن مجهري.
تمام. قالوا الزوج عنده نسبة التشوه، قالوا الزوج يعمل تحليل الدي ان ايه. عملت تحليل الدي ان ايه عشان نعرفه ايه السبب، عشان كنت عملت حقن قبل كده وفشل. فقالوا ممكن عشان يعني نتلافى كل الايه كل الاسباب اللي تؤدي الفشل. طلع نسبة التشوهات 51.5. فقالوا هيمشينا على علاج وكده، فالدكتور قال لا ده عشان تسنك وكده، فالمفروض عشان الوقت. فقالوا ناخده عينه من الخصيه. طب هل عينه الخصيه دي ايه الفرق ما بينها وما بين لما اخد من عينه السائل المنوي؟ وده اول سؤال. وعينه الخصيه بيبقى نسبه التشوهات ونقاء الحيوان المنوي قد ايه؟ وفي حته كمان يا دكتور بالنسبه عشان السن، هل مخزون البويضات 1.7 كيس البويضه؟ سمحت في التلفزيون كذا دكتور بول ممكن يكون كيس البويضه التحليل عادي، لكن كيس البويضه بيكون فاضي. هل ده ممكن ينطبق على التحليل بتاعي اللي انا مليته لحضرتك؟ تمام. حاضر يا دكتور سمية. الله يكرمك يا دكتور، يعني ارشدنا للصحه الله يكرمك، لان انا عندي 39 سنه وما فيش وقت يعني. لا حاضر، ربنا معاك ان شاء الله. تحليل مخزون المبيض بتاعك كويس جدا جدا يا مدام سمية، ما فيش فيه اي مشكله خالص. ان شاء الله نتوقع تكون المبيضات حالتها كويسه، ما فيش فيها مشكله، لكن ده شيء وارد. حتى لو كان تحليل مخزون المبيض كويس، شيء وارد ان يكون فيه مبيضات عباره عن اكياس فاضيه او حويصلات فاضيه، لكن ما اتوقعش ده في حاله حضرتك. بالنسبه لعينه الزوج، عينه الزوج طبعا بكل التجارب العلميه والابحاث العلميه اثبتت ان عينه الخصيه هتبقى احسن من عينه السائل المنوي. اكيد الحيوان المنوي بيكون اكثر حيويه والحركه بتاعته اكتر، وعلى الاقل ما عداش على الطريق اللي ممكن يعدي منه عشان يخرج على بره، وبالتالي فهو ما وصلوش اي نوع من انواع الالتهابات او الصديد. وعشان كده بكل المقاييس فالحيوان المنوي اللي متاخد من الخصيه هيكون قدرته اعلى على تخصيب البويضه. لكن فيما يخص نقطه التشوه تحديدا، التشوه الاغلب بيكون نسبه تشوه الحيوانات المنويه الموجوده في عينه الخصيه هي نسبه تشوه الحيوانات المنويه الموجوده في السائل المنوي، لان المصنع واحد، اللي هو الخصيه، والحيوان المنوي بيخرج من الخصيه على بره، فالحيوان المنوي الموجود في الخصيه شكلا او تشوه هو اللي موجود بره. لكن في عوامل ثانيه بقى غير التشوه، هي دي اللي بتصب في مصلحه عينه الخصيه. هي دي في عوامل تانية بتخلي الحيوان المنوي اللي متاخد من الخصية أحسن من الحيوان المنوي اللي موجود في السائل المنوي. إيه هي العوامل ديت؟ قلنا الحركة الحيوية. إيه هي؟ إن ما يكونش فيها صديد أو ميكروبات. العاملين دول مؤثرين جدا 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 جدا، وبالتالي لو قالوا لكم إحنا هناخد عينة من الخصية عشان تبقى الحيوان المنوي كفاته أحسن، يبقى ده كلام علمي وصحيح. لكن التشوه هو كمشوه هو المصنع واحد اللي هو الخصي، هي مش فارقه اي خالص، النقطه بس ان انتوا عملتوا خطوه حلوه جدا اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها الفحص الوراثي للحيوان المنوي، تيست كده اسمه دي ان ايه فراجمنتيشن تيست. طيب هم قالوا ان في نسبه تشوه في الحيوان المنوي، طب هم هيعملوا ايه بقى ساعتها؟ طالما في نسبه تشوه في الحيوان المنوي هيعملوا ايه؟ اللي هيعملوه ان هم لما يجوا ينقوا الحيوانات المنويه هينقوا الحيوانات المنويه السليمه وراثيا، وعشان ينقوا الحيوانات المنويه السليمه وراثيا المفروض ان هم يعملوا تحليل للحيوانات المنويه اللي هيستخدموها في الحقن المجهري. ايه هو بقى؟ يبقى هم قبل ما ينقوا الحيوانات المنويه اللي هيعملوا بيها الحقن المجهري يعملوا الفحص بتاع الوراثي لهذه الحيوانات المنويه، عشان لما نيجي نستخدم الحيوان المنوي السليم وراثيا. تمام؟ يبقى هو ده الاجراء اللي احنا بنعمله يا جماعه. يبقى احنا مش بنعمل اختبار الفحص الوراثي للحيوان المنوي قبل الحقن المجهري عشان نقول لهم ده الزوج عنده نسبه نسبه الخلل الوراثي في الماده او في الماده الوراثيه نسبه الخلل عاليه ونسكت. لا، ما ينفعش. احنا بنعمل التحليل ده عشان نعرف ان احنا لما نيجي نعمل حقن مجهري، لا، في خطوه زياده هنعملها. مش هننقي اي حيوان منوي، لا، ده احنا هننقي الحيوان المنوي اللي الماده الوراثيه بتاعته تكون سليمه. وعشان اعرف ان الماده الوراثيه بتاع الحيوان المنوي ده سليمه، لازم اعمل اختبار معين يفحص لي الحيوانات المنويه اللي انا هستخدمها في الحقن، اللي انا هحقن البيضات بيها. فاهمين يا جماعه؟
دي اللي انا هقدر اعرف بيها اذا كان الحيوان المنوي ده سليم وراثيا المضمون بتاعه ولا غير سليم وراثيا. كان معانا اتصال ياسمين. أيوة اتصال عليكم. اخير عليكم السلام وبركاته. بعد اذنك يا دكتور كنت عايزه حضرتك عن انا حالتي كانت الاجهاض المتكرر. تمام ياسمين. انا اول ما اتجوزت من سنه بالظبط حصل حمل طبيعي. تمام. وبس نزل بعد 3 شهور بسبب ان انا طلعت سلم عالي قوي فمض وقف وعملت عمليه تنظيف فايه ونزل يعني. تمام. بعديها قعدت شهرين مفيش ولا بيريد ولا حمل ولا حاجه. فالدكتور قال لي ان عندي اضطرابات وعملت تحليل ال اتش والبرولاكتين فطلع عندي ال اتش 11.9. تمام. واخدت جلوكوفاش وكلوميد 5 ايام بس. تمام. فحصل الشهر اللي بعده على طول حمل. برضو بعد حوالي 5 ايام لما عرفت نزل الدكتور قال لي لان الحمل ضعيف. تمام. بعد كده الشهر برضو حصل حمل. والحمل دوت كان بيزيد قوي في التحليل الرقمي لكن ما كانش واضح وعملت اللي هي الدوبلر فكان مش ظاهر كان ظاهر حاجه صغننه جدا لكن كبر قوي في التحليل الرقمي وفي الاخر برضو نزل الدم وهو نزل. دلوقتي عمل جات لي البريد فعملت قبل يعني بعد على طول السقط عملت تحاليل اللي هي ال ان اي والانتي كارديليبن الام والجي. تمام. وعملت اللوبس وعملت الغدد كلها وجوزي برضو عمل تحاليل وكلها سليمة. فانا مش عارفة فدلوقتي بعد الحملة ده الدكتور بيقول لي في تكيفات خفيفة وانا باخد دلوقتي في دوباش والبريود جات ومحصلش حمل. تمام. فانا عايز اعرف بس من حضرتك ديت يعني في تحاليل تاني ممكن انا اعملها او تشخيصات تانية واحتمالية دوت اللي هو الإجهاض المتكرر اللي هو بقى ده هيبقى غير معلوم السبب فممكن هو يتغير قرر كتير بسبب الكروموزومات. وهل برضو التكيف ليه عامل في كده على الرغم الدكتور بيقول له التكيف بسيط يعني مجرد بس ازيد شوية وبينزل تاني. واخر حاجة انا جوزي ابن خالي. هل دي ليها علاقة في اللي بيحصل ولا ايه؟ تمام. حاضر ياسمين. دلوقتي ياسمين هو حالة الإجهاض المتكرر بيبقى ليها مجموعة من التحاليل انت عاملة جزء منها بس في تحاليل تانية مهمة جدا 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 لازم تتعمل تحاليل على مستواك انت وتحاليل على مستوى الزوج اقصد في الزوج اللي هو تحليل المادة الوراثية للحيوان المنوي تحليل على مستواك انت تحليل ليها علاقة بفصيلة الدم بالسكر بأخذ عينة من عنق الرحم عشان اشوف في التهاب بكتيري موجود عندك ولا لا عاوزين نشوف في التهاب بكتيري موجود في الجسم ولا لا الاخر خالص ممكن نفكر في الفيروسات بس مش ميكروب القطط خالص فيهم يعني في مجموعة كبيرة وكبيرة من التحاليل وكمان منظار رحمي الحاجات دي كلها لازم تتعمل وان شاء الله باذن الله بنعملها هنوصل للسبب. الاوقات الجميله دايما بتخلص بسرعه زي قبل ساعه من دلوقتي هقابلكم في احدى حلقات برنامجكم فرحه عمرنا واللي ما لحقش الحلقه دي من اولها تابعنا يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 2 الظهر في احدى حلقات برنامجكم فرحه عمرنا فرحه كل اب وام وجد وجده فرحه كل اب يشوف ابنه وام تحضن بنتها فرحه كل جد وجده شقاوه احفادهم زي العسل على قلبه وقلبها تعالوا كلنا نحقق حلمنا لأنه بمشيئة الله في مركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية هنشوف فرحة عمرنا. آخر حاجة تحياتي دكتور هشام الشاعر. الأطفال زينة الحياة الدنيا ونعمة من الخالق هذه النعمة يسعى إليها كل من حرم منها متخذا طريق الأمل باحثا عن أنسب الأماكن والأساليب العلاجية راجيا أن يصبح حلمه بإنجاب الأطفال واقعا وليس دربا من المستحيل ولأن مركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية يعتبر واحدا من أهم المراكز العلاجية في مصر والشرق الأوسط فقد أصبح مصطلح العقم مرفوضا وأصبح بإمكان كل محروم من نعمة الأطفال أن يرى حلمه النور. عمليات وسائل الأخصاب المساعد أصبحت الآن هي طوق نجاة ووسيلة تحقيق حلم الكثيرين والكثيرات ممن يعانون من مشكلة تأخر الإنجاب حيث يضم المركز نخبة من الأساتذة والمتخصصين في حالات علاج العقم المستعصية إجراء عمليات أطفال الأنابيب والحقن المجهري بأعلى نسبة نجاح تصل إلى 80%. معمل أطفال الأنابيب
مجهز بأحدث الأجهزة كالحضانات ثلاثية الغازات للحصول على أجنة اليوم الخامس، وحدة ليزر لأجهزة الفحص الوراثي للأجنة لتلافي العيوب الوراثية.